قرار أمريكي جديد يمس السلطة الفلسطينية وترحب به إسرائيل. إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ردا على تلويح السلطة الفلسطينية بملاحقة دولة الاحتلال على جرائمها في الجنايات الدولية. وفي معرض ردها على القرار، هدد أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات في رسالة مسجلة بقطع كافة أشكال علاقتها مع الإدارة الأمريكية في حال لم تجدد ترخيص مكتبها في واشنطن. رددنا على الإدارة الأمريكية برسالة خطية أيضا، قلنا فيها أنه في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية بكل أشكالها لحين إعادة فتح المكتب. هذا في الوقت الذي تقوم به حكومة نتنياهو بهدم البيوت في جبل البابا وفي الأغوار وتهديد في هدم البيوت في كفر عقب، تكافأ هذه الحكومة ونعاقبنا. السلطة الفلسطينية التي تواصل سعيها في نيل الاعتراف بالدولة ترى في الخطوة غير المسبوقة تصعيدا في وجه عملية السلام التي ترسم لها الإدارة الأمريكية مستقبلا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. عدم توقيع الميثاق المتعلق باستمرار مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ليس له أي مبرر قانوني، وبالتالي القضية ليست قضية فنية أو قانونية، القضية سياسية، قضية ابتزاز كما سماها وزير خارجيتنا، وأنا ما وافق تماما، هي قضية ابتزاز. يأتي قرار عدم تجديد ترخيص مقر المنظمة في واشنطن بالتزامن مع ما نشرته صحف أمريكية وإسرائيلية حول خطة سلام يطرحها ترامب للفلسطينيين، فيها حق الاعتراف بدولة فلسطينية لكن ليس على حدود عام 67، وهو ما سترفضه السلطة باعتباره ضغطا عليها يضاف إلى ضغوطات سابقة وعلى رأسها قطع المساعدات المالية. تهديد الإدارة الأمريكية بإغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن وقطع المساعدات عن السلطة إذا لم تعد إلى المفاوضات كشف أن ضغوطا مورست على الرئيس عباس في الرياض لقبول رؤية ترامب، رؤية يبدو أن الفلسطينيين فقط من يقدمون فيها التنازلات، أما إسرائيل فدعم إدارة ترامب مطلق لها. يارا العملي، التلفزيون العربي، رام الله.